حضرتكم وما هو مجال عملكم واختصاصكم؟ من مهندس وليد صفران من الكويت، تابع شركة أو صاحب شركة رؤية العقارية. لنا مجالات كثيرة بالعقارات والاستثمارات الخارجية ومنها تركيا. طبعا تركيا لنا كثير من الاستثمارات اللي نعملها حق مستثمرين أو أشخاص من الكويت، وطبعا دخولنا في المنظومة لتأمين الأعمال المتواجدة في شراء عقارات موجودة. فالمنظومة هي قطاع قانوني وقطاع متكامل في عملية حماية المستثمر الموجود اللي يجي حق تركيا. فنتمنى من الله إن شاء الله يكون المنظومة تكبر أكثر ويكون الناس تتوجه إلى أمور قانونية وشركات موجودة في تركيا تمثل العقار خلال الفترة السابقة إن شاء الله. في تطور كثير تطورت في تركيا في عملية الاستثمار، ما هو كان بس استثمار عقاري، لا، بدأت استثمارات في البناء، في الإعمار، في جميع المجالات الموجودة. فإحنا لنا دور كبير في عملية المقاولات والبناء والاستثمار، كما أن خلال الفترة السابقة بدأ الاستثمار في عملية التجاري، أي فنادق، مجمعات، كثير من الأمور اللي بدأ دخول مستثمرين من الخليج أو من الكويت في عملية استحواذ كثير من الاستثمارات الموجودة بسبب وجود شريحة كبيرة من السياح الموجودين في تركيا. وإن شاء الله نتمنى من الله إن شاء الله يكون تطور كثير في عملية الاستثمار، وإن شاء الله يكون أكثر مجالات قدام في سبيل التطوير العقاري والصناعي. شكرا لحضرتكم، شرفنا حضوركم مرتين إن شاء الله. شكرا.